اسمك ايه؟ اتفضلي. اسمي سارة عبد اللطيف، حد مختار بيومي، خريجة حسابات ومعلومات 2015، كملة في دراسات عليا في جامعة المنصورة. المشروع بتاعك يا حبيبتي فكرته ايه، او يعني تطرقتي ليه ازاي، او الفكرة جات لك ازاي؟ الفكرة جات لي عن طريق اخويا اللي كان بيحب الطيران وعايز يبقى طيار، كان بيتفرج على قناة التلفزيون ودايما كان بيتفرج على برنامج خاص بحادث الطيارات. جات لي الفكرة من هنا انه اكيد لازم نلاقي حل في يوم من الايام لحادث الطيارات اللي بقالها سنين ومش عارفين هي يعني ليه حصل كده، او تم فقد الاتصال ليه كده. بدأت فيها ازاي بقى؟ بدأت فيها الاول جمعت داتا ازاي برج المراقبة بيشتغل، الطيارات دي الحوادث حصلت ازاي، حصرت المشكلة ما بين انه فقد الاتصال او ان هو فعلا في علامة استفهام احنا مش عارفين هو في ايه وراها، كذا مشكلة. وبعدين بدأت ان انا افكر هعمل ايه على ارض الواقع، السيستم بتاعي لو هو عايز يحل مشكلة هيحلها ازاي كده، جت خطوة خطوة. طب قولي لي يعني مشروعك، يعني انت لو جالك مثلا سفر بره او جالك انك تكملي مشروعك بره، هل هتوافقي ولا هتفضلي تكملي هنا؟ لا، هو انا بقالي فتره طويله جدا متمسكه بحق ان هو يتعمل في مصر وفي ورش تبع الطيران المصري، مصر الطيران او كده، بس يبقى اسمه مصر. يعني انا اساسا اوريدي عايشه بره، مسافر بره، بس انا مش عايزه الموضوع. حتى استاذ مي حسن لما كلمتني المركز الاعلامي لجامعه المنصوره، مجرد ان احنا هنعمل لك شو على الميديا ناس كتير هتيجي وهتتكلم وهيبقى في عروض كتير، فكنت خايفه ان العروض دي ما تكونش داخل مصر. من مصر بالظبط كده، وهذا اللي كنت خايفه منه. حلو الانتماء قوي على فكره، يعني لما يكون انت جاي لك فرص ممكن تكملي بره وتتمسكي ببلدك، دي حاجه جميله جدا. يعني عشان شايفاها حلوه مش شايفاها وحشه، في ناس تانية لا مش دي البلد اللي تحطي فيها حاجه زي كده. يعني لو كل واحد قال كده وانا طلعت بره يبقى اكيد مش هتبقى حاجه كويسه. طب انت بقى امنياتك ايه، يعني نفسك في ايه بقى الفتره الجايه؟ في الفتره اللي جايه نفسي فعلا المشروع ده يبقى باسم مصر، ان احنا نكون عملنا حاجه كده في السيسي كده ماسك البلد. ما في ناس اهو شغاله، وان انتوا بتساعدوا الشباب اهو، مش ان هو كلام بس في الجرايد ومجلات وكده. كان نفسي ابقى جدا تبع قوات المستقبل بقى، والموضوع بتاع السيسي كان قريب ده، بس للاسف ما كانش عارف خاص، يعني خلي الوقت شويه. نفسي المشروع فعلا يتطبق، يعني فعلا عالم مصري حاجه دي حصلت في مصر، مش عالم مصري عايش في امريكا عايش مش عارف. طب انت بقى عايزه تقولي توجهي كلمه للرئيس السيسي، تقول له ايه بقى؟ اجي كلمه للرئيس السيسي اشكره الاول على جهوده، ثانيا اتمنى منه ان هو يوفر لي المناخ المناسب عشان فعلا نعمل الروبوت المطلوب، وان احنا نحقق الاختراع ده فعلا يبقى ونشوفه فعلا في الطيارات اللي احنا كلنا بنركبها، يعني يساعدنا. بس طب رسالة بقى للشباب او الاطفال او يعني اللي بيحبوا يخترعوا ويعملوا ابحاث وكده، تقولهم ايه؟ يا ريت كلنا نفكر احنا، يعني هو مش اللي اخترع حاجه ده حاجه مش منكم، هو زيكم، بس هي الفكره ان هو فكر في حاجه كويسه، فكر في الحاجه اللي قدامه وحشه وكان عاوز يخليها حلوه. يا ريت لما نفكر فعلا نفكر في الحاجه الحلوه، يعني مش ان احنا بقى في تويتر وعايشين وخلاص. نحب مصر، يعني نحب مصر ازاي؟ ان هو انا مش هينفع احب مصر واقعد اقول ان هي الشوارع مليانه زباله وانا اللي برمي الزباله، صح؟ ما ينفعش ان انا اقول هي زحمه وانا اللي بركب صفي تاني ومش ماشيه في القانون وماشيه برافو عليك. ما ينفعش كده، لازم نحبها فعلا نلاقيها مصر. ربنا يوفقك يا حبيبتي على قد الحب اللي بتحبيه للبلد والانتماء اللي جواكي ده، ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب يا حبيبتي.